الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه جلستنا الختامية في هذا الموسم وفي هذا الدرس وفي هذا الموسم عموما جلستنا الختاميه قسم الثالث من بحثنا حول اصف بن برخيه مما سبق تبين لنا ان اشهر شخصيه من المحتمل بحسب مرويات كتب المسلمين ان تكون هي المقصوده في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أشهر شخصية من عرف باسم آصف بن برخية وعندما تتبعنا هذه المقولة وجدنا أن أول من قال بها بحسب الظاهر أو صاحب هذا القول بالأساس هو وهب بن منبه وتعرفنا أيضاً على دوره في تزييف التاريخ وفي تزييف الحقائق وفي نقل النصوص بعد تحريفها من كتب اهل الكتاب وكذلك في التلاعب في بعض المداليل التفسيريه ايضا هذا بالاضافه الى ادعائه انه اعتمد على عدد ضخم من الكتب احيانا يوصلها الى اكثر من تسعين كتاب يقول انها من كتب الانبياء والواقع لا يوجد شيء من هذا القبيل ان ما في عدد لكتب الانبياء يبلغ مثل هذا الرقم. واعترافه بنفسه بمثل هذا الامر يدل على انه ادخل شيئا من الاسرائيليات ايضا في مجال التفسير والتاريخ. وتبين لنا من بحوث سابقه ان مسلمة اهل الكتاب ككعب الاحبار ووهب بن منبه واخيه همام بن منبه ما كانوا صادقين فيما ادعوه. من نقل لما جاء في التوراة أو في كتب الأخرى عند أهل الكتاب وهذا البحث أيضا قضية آصف بن برخية سيتكشف من خلاله مصداق آخر مثال آخر نموذج آخر على مثل هذا المسلك عندهم الذي تعمدوا بحسب الظاهر بحسب التحليل أنهم كانوا متعمدين في مثل هذا التزوير والتحريف آصف بن برخي حقيقة إذا ترجع إلى الكتاب المقدس إلى العهد القديم إلى التنخ ستجد بأنه مذكور عدة مرات في الإصحاح السادس من أخبار الأيام الأول تكلمنا عن هذا السفر سابقا في هذا السفر في الإصحاح السادس عند ذكر أسماء المغنين في عندهم في ضمن طقوسهم العبادية عند اليهود وعند النصارى، الانشاد، الغناء، الانشاد الديني، يعني مثل ما أنت على سبيل المثال تقعد وتدعى على سبيل المثال دعاء جماعي في ليلة القدر مثلاً دعاء كميل ليلة الجمعة مثلاً، وهم كان عندهم انشاد أبيات شعرية أو نصوص تكون فيها معاني. روحانيه فيها معاني تجليل لله عز وجل فيها ذكر مثلا لبعض الانبياء ما شابه هذه يقولونها بطريقه اللحن الغنائي الانشادي ويكون معاها عاده ادوات موسيقيه بسيطه يستعملونها في الاثناء، هذا جزء من الشعائر من الطقوس اللي كانت عندهم وما زالت موجوده طبعا. فاذا لمن يذكر أسماء المغنين يعني المنشدين قراء التواشيح على عهد النبي داود عليه السلام يقول وهؤلاء هم الذين أقامهم داود على الغناء في بيت الرب بعدما استقر التابوت بعد ما بنى المعبد مكان العبادة وضع التابوت تابوت العهد وضع التابوت في مكان معين بعد ما وضعه صار مثل احتفال في ضمنها الاحتفال عينوا مجموعة أفراد من بني لاوي أن يكونون مغنين منشدين وكانوا يخدمون أمام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء خيمة الاجتماع من أيام النبي موسى عليه السلام مثل هي الخيمة الخاصة به وفي هذا المكان كان أحياناً يعني تأتيه يأتيه الوحي وكان يكلم قوم بني إسرائيل يكلمهم وهو عند خيمة الاجتماع إلى أن بنى سليمان بيت الرب في أورشليم فقاموا على خدمتهم حسب ترتيبهم وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم هؤلاء هم القائمون بهذا الأمر الغناء من هم كذا 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 آساف بن برخيا ابن شمعي ابن ميخائيل ابن بعسيا ابن ملكيا ابن أثناي ابن زارح ابن عداية ابن أيثان ابن زمة ابن شمعي بن يحث ابن جرشوم ابن لاوي فهذا الشخص ذكر هنا أساف ابن برخية اللي هو آصف ابن برخية هذا وهب بن منبه أخذ هذا الاسم وقطع عند المسلمين وقال لهم هذا هو اللي قال حق النبي سليمان ورد اسمه مجددا في مشهد آخر عندما وضع التابوت في المكان المخصص له في المعبد أيام النبي داود عليه السلام في الإصحاح الخامس عشر والسادس عشر من نفس السفر وعمل داود لنفسه بيوتا في مدينة داود وأعد مكانا لتابوت الله ونصب له خيمة ثم يقول وحمل بنو اللاويين تابوت الله كما امر موسى حسب كلام الرب بالعصي بالعصي على اكتافهم يعني الصندوق تابوت هذا خذوه مثل الطريقه المصريه شايفين توابيت اللي يدفنون فيها الموتى ويحطون فيها اثارهم وتحفياتهم مثل هذا هذا التابوت هذا الصندوق قال لهم النبي موسى حطوا هنا عصايه وهنا عصايه تحطونها على اكتافكم مثل التابوت اللي ينقلون عليه الموتى شيء من هذا القبيل وامر داود رؤساء اللاويين ان يوقفوا اخوتهم المغنين بالات غناء بعيدان ورباب وصنوج شنو يعني صنوج شوف مع بعض شنو الصنوج جاء في معاجم اللغه ان الصنج صفائح صفر صغيره مستديره تثبت في اطراف الدف او في اصابع الراقصه يدق بها عند الطرب وهذا مشهد حقيقي في كنيسة من كنائس القبطية يستعملون الصنوج في أناشيدهم في قراءة هذه الأناشيد طبعاً أنا صاك الصوت اللي يحب يدخل اليوتيوب يلقى هذا هذا أصاف هذا شغلة كان آصف بن برخية اللي قص أنه وهب بن نبه شغلته كانت هذه مسمعين برفع الصوت بفرح لأن كان مراسيم إن حطوا التابوت وكذا فأوقف اللاويون هيمان بن يوئيل هذا مغني ومن إخوته آساف بن برخية وفلان, وفلان 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 والمغنون هذا كله تأكيد على الفكرة ومغنون والمغنون هيمان وأساف وإيثان بصنوج نحاس للتسميع هذا ماسك ربابة وذاك ماسك عود أساف صاحبنا شنو ماسك؟ يطقطق هذا شغلته هذا اللي جاء بالعرش انزين وجعل امام تابوت الرب من اللاويين خداما ولاجل التذكير والشكر يعني الذكر وكذا ويكررون الناس معاهم وتسبيح الرب اله اسرائيل وضع منه اساف الراس وزكريا ثانيه يعني هو رئيسهم كان اول واحد هو اسف هذا ويعيئيل وشراموث ويحيئيل ومتث ومتثيا والياب وبنايا وعبيد ادوم ويؤيل بآلات بآلات رباب وعيدان وكان اساف يصوت بالصنوج مره ثانيه كرر حينئذ في ذلك اليوم اولا جعل داوود يحمد الرب بيده اساف واخوته يقولون شنو كان نشيدهم أحمد الرب ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب باعماله، غنوا له، ترنموا له، تحادثوا بكل عجائبه، افتخروا باسم قدسه، تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب، اطلبوا الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما. هذه انشوده كان يقولها اساف وجماعته ويطقطقون بهالادوات الموسيقيه والناس اللي موجودين يغنون معاهم. ينشدون معاهم. في الاصحاح خمسه من نفس السفر وافرز داوود ورؤساء الجيش للخدمه بني اساف إذا صار توريث ان عياله ايضا شنو قاموا بهذا الدور وهيمان ويدوثون المتنبئين هني رح نوقف عندها شنو يعني متنبئين اساف او بني اساف المفروض انهم هم متنبئين إذا اكو عنوان نبوه كانه هذا بعد شوي نشوفه. أوقفهم للخدمة بماذا؟ بالعيدان والرباب والصنوج وكان عددهم من رجال العمل حسب خدمتهم من بني آساف زكور ويوسف ونثنيا واشرائيلة هذيلا من عياله من عيال أساف هذيلا ينشدون. بنو أساف تحت يد أساف أبوهم المسؤول عنهم المتنبئ بين يدي الملك مرة ثانية إنه هو متنبئ كل هؤلاء تحت يد أبيهم لأجل غناء بيت الرب بالصنوج والرباب والعيدان لخدمة بيت الله تحت يد الملك وآساف ويدوثون وهيمان وكان عددهم مع إخوتهم المتعلمين الغناء للرب كل الخبيرين كل أهل الخبرة في الإنشاد مئتين وثمانية وثمانين هذا كان عددهم وهذا اللي احنا اليوم نشوفه عند المسيحيين وعند احيانا عند اليهود ايضا يقومون به وان اختلفت احيانا ادوات الموسيقى او غيرها او اتحدت لكن بالنتيجه هذا كان نوع من انواع الطقوس عندهم اليهود يعتمدون هذا حقيقه في كنسهم في اماكن العباده عندهم يعتمدون استعمال الموسيقى في موقع اسمه ماي جوش موقع يعلم يخبر اي واحد مثلا يحب يتعلم عن تعاليم اليهود وكذا وشنو عندهم عنده مقال هناك تحت هذا العنوان يقول الكاتب ما ترجمته تعتمد الصلاه اليهوديه بشكل كبير على الموسيقى ويعود هذا على الاقل الى زمان الهيكل الاول في القدس وكان اللاويون هم المسؤولون عن الغناء والضرب على الالات الموسيقيه كجزء من خدمه الهيكل والتي كانت تتمركز حول المراسيم الخاصه بتقديم القرابين يقدمون القرابين وبعدين يكون معاها اناشيد وموسيقى ولكن مع نفي الشعب اليهودي عام سبعين ميلاديه يعني لما الرومان طردوهم من القدس ومن اراضي الفلسطينيه بقى قليل طبعا شرذمه بقيت لكن الاغلبيه تم تهجيرهم تدمير القدس والى اخره بعد ما حاولوا ان يغتالوا السيد المسيح عليه السلام الله عذبهم تحول تركيز العباده اليهوديه من القرابين الى تلاو... الى تلاوه النصوص يعني بعد ما قاموا يسوون شنو؟ احتفالات تقديم القرابين هذا انتهت قاموا وش يسوون يصلون يذكرون إلى آخره هكذا نجد على موقع آسك Moses اسأل موسى دوت كوم إجابة على السؤال التالي هل تشتمل الصلاة في الكنيس على الموسيقى والغناء الإجابة هناك نجونيم كذي كاتبها there is no نجونيم يعني نغم أنغام يعني غناء وهو حاط بين قوسين الكاتب حاط اغاني سونجز هناك نغنم الفرح اكو اغاني خاصه للوناسه للفرح ونيقونيم للحزن وفي انغام وغناء لماذا للحزن ولكل منهما اوقات خاصه ومحدده ومفهوم كل اغنيه يعكس ذلك شنو المضمون يبين هذا حزن ولا فرح نشوف مشهد مصور لهذا هذا كنيس معبد يهودي ماسكين الات موسيقيه وهذا ينشد طبعا انا مسكر الصوت هذا ينشد على آه هذه الموسيقى طبعا اكو عندهم سفر اسمه نشيد الانشاد عندهم المزامير فيها يعني نصوص شعريه وكذا او فيها مثل ابتهالات فيغنونها بهذا الشكل الآن ننتقل إلى نقطة اللي ذكرها قبل قليل في النص قال بأنه هو كان نبي أو يتنبأ طيب هذا ممكن أن يكون مفتاح يعني حل للمسألة فبالتالي لمن يوصف آساف وأولاده أنهم من المتنبئين هل هذا وفق المصطلح في الكتاب المقدس وعند اليهود هل هذا يعني النبوة بالمفهوم اللي عندنا؟ وكذلك النصارى لمن يستعملون هذا المصطلح فلان نبي فلانة نبيه يعني هم يقولون مثلا سيده مريم نبيه فلانة مثلا دبوره كانت نبيه هل مصطلح النبوه يتحد مع مصطلح النبوه عندنا من حيث المفهوم كمسلمين احنا حقيقة لما نراجع مصادر اليهود والنصارى لا سنجد بأن أكو اختلاف واضح جدا في استعمال هذا المصطلح ودلالته في قاموس موقع إنجيل دوت كوم هذا موقع داخله أكو قاموس قاموس مسيحي تحت عنوان نبي أنبياء نبوة نلاحظ ما يلي يقول النبي هو من يتكلم أو يقول عما يجول في خاطره دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره بل هو من قوة خارجة عنه، يعني قاعد يستخدمون الكلمة بالمعنى اللغوي بمعنى أن يصير له نوع من الإلهام هذا الإلهام يجعله يتكلم بأمور الآن هذه رسالة سماوية قد يكون حلم قد يكون مثلا كلام يرتبط بمصير شخص، ايا كان التنبؤ بمعنى ان يذكر امورا لا من عند نفسه وانما يشعر بان قوه غيبيه اعطته هذه الفكره. الان يكون صادق يكون غلطان يكون هذه القوه يدعيها لله، هذه القوه الخارقه يدعيها لاصنام كله يصدق عليها، شوفوا معي قوه الله عند المسيحيين والعبرانيين والمسلمين هذه قوة الالهام وقوة الالهة المتعدده عند عباد الاصنام والوثنيين، اذا اكو انبياء للمشركين يقولون اصنامنا يعلمونا واكو انبياء للمؤمنين بالرسالات السماويه يقولون الله يلهمنا وقد عرف النبوات المزيفه اي انبياء الالهه الوثنيه اذا اكو ناس كانوا يقولون غيبيات في ضمن معابد الوثنيين ويسمونهم بالمصطلح أنبياء معظم أتباع تلك الآلهة من عباد الأصنام كانوا يعرفونهم مثل, مثل الآشوريين كان عندهم أنبياء للأصنام والكلدانيين والمصريين والفينيقيين واليونان والرومان وكان الكهنة كثيرا ما يقومون بالنبوة بطرق مختلفة يعني يتنبؤون يقومون بالنبوة يعني يقولون النبوآت راح يصير كذا بيصير كذا وكان الناس يؤمنون بكلامهم ويستشيرونهم في كل أمور حياتهم لليوم تشوف هذا الهوروسكوب تشوف هذيل اللي يروحون وراء يسمون علم التنجيم ووراء ذيل اللي يقرون الكف واللي يقرون الطالع واللي يقرون الفنجان واللي كذا هذا كله من هالقبيل كله هذا أنبياء بالمصطلح ويستشيرونهم في كل أمور حياتهم وعليهم كانت تتوقف الفتوحات العسكرية ذكرون النص في نهج البلاغة اللي يوحق الإمام علي عليه السلام قالوا له لا تطلع الحين هذه ساعة نحس إذا طلعت الحين تخسر ورد عليهم الإمام علي عليه السلام هذا كان ثقافة كانت موجودة. وكانوا كالعرافين والمنجمين ومدعي الغيب اليوم حالهم حال نفس الشيء، الانبياء يسمونهم. اذا مصطلح نبي من الممكن ان يطلق على غير المبعوث من قبل الله عز وجل بما يشمل الكاهن والعراف والساحر مفسر الاحلام، المتنبئ او مؤول الاحلام والمتنبئ من هنا نجد بان في المصادر اليهوديه والمسيحيه استخدام لهذا المصطلح للدلاله على اصناف مختلفه من الناس مثلا في سفر ارميا في الاصحاح 23 ان الانبياء والكهنه الانبياء والكهنه تنجسوا جميعا تنجسوا معنويا بل في بيتي وجدت شرهم يعني انحرافاتهم العقدية والسلوكية يقول الرب إذا من ذيلا الأنبياء يعني ناس موحى لهم نبي عنده رسالة لا الأنبياء بمعنى ناس اللي كان دورهم شي يسوون فسرون أحلام يقولون حق الناس الغيب كذا طبعا قد يكون أكثره هو عبارة عن شنو أمور زائفة غير حقيقية وذيلا كان عندهم انحراف لدرجة ان النص يقول ان هذا النبي يقول لهم انتم نجستوا تنجستوا انتم لذلك يكون طريقهم لهم كمزالق في ظلام دامس فيطردون ويسقطون فيها لاني اجلب عليهم شرا سنة عقابهم الله سبحانه وتعالى يقول لهم انا راح انزل عليكم العذاب يقول الرب وقد رايت في انبياء السامرة احنا قلنا الدولة اليهودية انقسمت قسمين يهودا والسامرة وقد رأيت في أنبياء السامرة حماقة تنبؤوا بالبعل يعني لدرجة صاروا يتكلمون على لسان الأصنام مثل عرافي وكهنة منه الأصنام وأضلوا شعبي إسرائيل وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون ايادي فاعلي الشر يعني يساعدونهم حتى لا يرجع الواحد عن شره يعني قوون موقف الشرير في شره صاروا لي كلهم كسدوم وسكانها كعموره صار حالهم شنو مغضوب عليهم اللي انزل عليهم عقاب تدميري هذ هذا سدوم المنطقه وسكانها اللي هم عموره اكو راي يقول هذيل قريتين يعني اللي صار فيهم عذاب قوم لوط عليه السلام وقد يكون عموره اسم يعني مثل ثمود واسم المدينه مال الثمود لذلك هكذا قال رب الجنود عن الانبياء ها انا ها انا ذا اطعمهم افسنتينا راح اوكلهم افسنتين شنو يعني اوكلهم افسنتين هذا كنوع من العقاب افسنتين نبات من الفصيله التي تعرف باسم ارتميسيا يوجد منه خمسه انواع في فلسطين واكثر الانواع وجودا الذي يعرف باسم ارتميسيا ابسن ابسنثيوم عصيره مر للغايه وسام ايضا ولذا فقد استخدمه كرمز للعصيان على على الله ولظلم الانسان وجوره وغير ذلك ولربما يقال ذلك في مقابل ما نستعمله نحن من مصطلح زقوم نقول ان شاء الله ياكل زقوم ببطنه متى نقول ان شاء الله زقوم ببطنه كلمه زقوم في القران الكريم نبته كريهه طعمها مؤذي لا تشبع لا تغني الله يعطيه يقول هذا حق اهل جهنم زقوم هذا الاسم تحول الى شنو؟ عنوان للطعام الذي لا يشبع ومضر وكريه ومؤذي فبالتالي هم عندهم مقابل الزقوم عندهم شنو؟ هذا هذا الاسم والكلمه في العبريه هي لا اناه اسمها كذي وتعني ماده مره أما في اليونانية فالكلمة كلمة هي أبسنتوس ومعناها ما لا يشرب في النبتة خواص طبية لذا تعمل كطاردة للديدان ولحفظ الصوف من العث بينما تستخدم أنواع أخرى في صنع نوع من المسكرات القوية أيضا لا دور شنو هلوسة وتخدير أثنين هم مع بعض يعني هم كنا مخدر ومن ناحية أخرى هو خمرة يعرف باسم الأبسنت وقد ساهم أحد الأطباء الأوروبيين في القرن التاسع عشر في نشر الأفسنتين كعلاج في أنحاء من أوروبا ذيلا لما بدأوا يشربونه كدواء استانسوا عليه مثل دواء كحة أيام أول تشربه وتدوخ مثل دواء الحساسية يدوخ مثل ماي غريب حق اليهال مثلا هذا كذي كان بس على شنو يقولون نسبة الكحول فيه 74% بالمية. يعني مثل الشمبانيا أربعة وسبعين بالأمية شيء قوي جدا مركز فأصبح متداولا بكثرة كمشروب مسكر في عام 1840 عملت الحكومة الفرنسية على إرسالها إلى جنود إرساله إلى جنودها المقاتلين في الجزائر حيث كان يعتقد أنه ينقي المياه لجعلها صالحة للشرب ولمنع انتشار الملاريا طبعا يقومون يشربون ويتعودون عليه واستمر الامر حتى بدايه الحرب العالميه الاولى وقد زادت شعبيه الافسنتين اللي هو الشراب الماخوذ من النبته واصبح يعرف باسم افيفيرت اي الجنيه الخضراء ليش لان قالوا هذا يسوي هلوسه فهو مثل تاثير الجن يعني ولونه الاخضر لان ما يقطرونه بشكل جيد فيبقى فيه ماده ماده كبريتات النحاس شايفين انابيب النحاس من يصير مع الوقت يصدي يصير لونه شنو؟ اخضر، شويه من هذا موجود وين؟ فقاموا يتسممون يشربون اذا ما سووا عدل قاموا يشربون ويتسممون. تشكلت موجه مضاده للمشروب سنه 1905 بعد جريمه قتل بشعه كان سببها تناول هذا المشروب، واحد رب اسره قتل زوجته وعياله بعد ما كان سكران بهذا المشروب. وتم منعه في عدد من البلدان الأوروبية والأمريكية مؤخرا الاتحاد الأوروبي سمح باستخدام الأفسنتين لكن بشرط تقليل كمية مركب ثوجون السام داخل المشروب وهذا السماح سنة 1988 الولايات المتحدة رفعت الحظر قبل 12 سنة سنة 2007 ثم فرنسا سنة 2011 هذه شكل النبتة مثل بقدونس ورقتها وهذا عصارتها وهذا لما نمنعوه أو لم ما أدري الحين هذا واحد لازم يقرأ بالفرنسي بس هني مكتوب أبسنتين بويزن سم الأبسنتين بس هم كاتبين عن الكول أو لا الكول المهم ما أدري دعاية ولا تحذير المهم يقول ها أنا ذا أطعمهم أفسنتينا زقوم راح أوكلهم زقوم وأسقيهم ماء العلقم لأنه من عند أنبياء أورشليم خرج نفاق في كل الأرض أنبياء إذن مو بمعنى أنبياء اللي إحنا نتكلم عنهم هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم فإنهم يجعلونكم باطلا يتكلمون يتكلمون برؤيا قلبهم يعني الكلام من عندهم زائف لا عن فم الرب لم أرسل الأنبياء بل هم جروا هو كل واحد يدعي منهم أنا عندي أنا أعرف أنا كذا كذابي لم أتكلم معهم بل هم تنبؤوا قد سمعت ما قاله الأنبياء الذين تنبؤوا باسمي بالكذب قائلين حلمت حلمت مثل اليوم صعد المنبر فلان حلم أنا حلم ذاك حلم هذا حلم ويشفط فلوس من الناس ولا ذاك يأخذ كذا يقول نفس الشيء نفس هذا حلمت, حلمت حلمت حتى متى يوجد في قلب الأنبياء المتنبئين بالكذب بل هم أنبياء خداع قلبهم يعني هم مزيفين كذلك نجد استعمال الكلمة في سفر الخروج في الإصحاح السابع هذا من التوراة فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون إله بمعنى ماذا يعني قائد وهارون أخوك يكون نبيك أخوك هارون راح يكون هو المتحدث باسمك نبيك يعني الذي ينبئ عما أوحي إليك فإذا موسى ما كان يتكلم موسى يتلقى الوحي يقول لهارون وهارون شو يسوي وهذا بالقرآن موجود أحسن أنت تتكلم بكل ما آمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه إذا هني صار عندنا معنى آخر أن ينبئ يعني شنو؟ ناطق بلسان كذلك متنبئ في الإصحاح 13 من سفر التثنية من التوراة إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما شوف المقابلة نبي مو بمعنى شخص يوحى إليه صاحب رسالة نبي بمعنى يتكلم بالإلهام صار له إلهام أمر معين يتلى فكرة وحيانية مو شرط أن يكون صاحب رسالة مبعوث أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى يعني قال أنا حلمت إن لازم نتبع الصنم الفلاني أو قال أنا ألهمت ان نتبع الصنم الفلاني لم تعرفها ولم ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي او الحالم ذلك الحلم، اذا صار عندنا معنى للنبي شنو هو؟ اللي يقول انا صار عندي الهام وذلك النبي او الحالم ذلك الحلم يقتل لانه يدعو الى عباده الاصنام لانه تكلم بالزيغ من وراء الرب الهكم. الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية إذا لما هناك يقول أن آساف اللي كان شغله يغني ويطق على شنو؟ على الصنوج وأن من المتنبئين وأولاده أيضا كانوا متنبئين مو بهالمعنى وهذا ما نبه عليه القمص تادرس يعقوب وهو يشرح الكتاب المقدس لما وصل هذه العبارة قال التسبيح لله هنا دعي تنبؤا يعني يذكر ذكر الهي والقس انطونيوس فكري ايضا في شرحه للكتاب المقدس يقول المتنبئين كانت تسميتهم هكذا لانهم بتسبيحهم علموا الشعب التسبيح والشكر والحمد والصلاه والتسبيح هو موهبه من الله يعني شنو المناسبه انه يسمى متنبئ لأن التسبيح هو إلهام من الله كأنه هبة من الله فهو يقولها للناس والناس يقولون مثله. أمر الآخر حقيقة الذي يجب مناقشته هنا ويكمل الفكرة ويأكد بأن آصف ما لا أو أساف هذا ما له شغل بالقصة اللي مذكورة في القرآن الكريم أن الروايات شو تقول ذيش الروايات تقول أن أه هو وصي سليمان صح ولا لا؟ انه هو يعني المفروض ان يصير النبي من بعد سليمان او على الاقل هو الوصي من بعد سليمان فهل فعلا في نصوصهم في تاريخهم بل في التاريخ عموما اكو شيء من هذا القبيل لما نرجع الى التنخ ومصادر اليهود نجد ان سليمان قد نصب ابنه رحب عام وصيا وملكا من بعده اذن هم وصي كمرجعية دينية وهم شنو ملك قيادة ولا علاقة لآساف أو آصف بذلك لا من قريب ولا من بعيد وظل آساف وأولاده شي يسوون يغنون يطقون بالصنوج في الإصحاح الحادي عشر من سفر الملوك الأول وكانت الأيام التي ملك فيها سليمان في أورشليم على كل إسرائيل أربعين سنة حكمه أربعين سنة ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داوود أبيه وملك رحب عام ابنه عوضا عنه في الإصحاح 14 وأما رحب عام ابن سليمان فملك في يهوذا لأن بعد سليمان صارت فتنة وانقسمت الدولة إلى قسمين إسرائيل ويهوذا من صار بقى يحكم استمر في الحكم على يهوذا رحب عام وكان رحب ابن ابن إحدى وأربعين سنة حين ملك وملك سبع عشرة سنة في أورشليم طيب بالطبع كانت بوادر التمرد على اختيار سليمان لابنه موجودة في عهد سليمان وبعد وفاته لم يبايع رحب عام ملكا إلا من قبل سبطين فقط هم 12 سبط 12 قسم 12 قبيلة عشر قبائل قالوا ما نبي رحب عام تمردوا على سليمان واختياره قبيلتين فقط سبطين هم اللي قالوا لا احنا نبي رحب عام من السبطين يهوذا اللي هو سبط اللي ينتمي لنبي موسى عليه السلام وبنيامين اللي هو شقيق يوسف اللذان كانا يقيمان في اورشليم وما حولها الى جنوب فلسطين هذه دولتهم يهوذا ورفض الاسباط العشر الاخرون مبايعته فانقسمت مملكه اسرائيل الى مملكتين شوفوا الخريطه ها اذا تدشون على النت على اليوتيوب وفي بعض المواقع يمكن وصل لكم من مده انتشر هذا طائفه السامره ما ادري شفتوهم ولا لا. هذيله تبعات هالحاله هذه. شوفوا شلون اليهود ينجسونهم يكرهون السامره والسامره يقولون اليهود مو هم يهود احنا احنا الدين الحقيقي. هذا كله نتيجه الانقسام القديم. سامره مملكه اسرائيل. يهوذا اللي هم اليهود هذا. مملكه اسرائيل في الشمال وكان اول ملوكهم هذيل المتمردين يا ربعام بن نباط وهو ليس من أسرة داود وعاصمتها السامرة وكانت هذه المملكة هي الأكبر من حيث المساحة والعدد وقد أشرك ملكهم يا ربعام وصنع أوثانا ومعابد للأصنام ودعا بني إسرائيل هذا كله بعد سليمان مباشرة ودعا بني إسرائيل إلى عبادتها قال لهم لا تذهبوا إلى أورشليم هذا أنا حطيت لكم صنمين هني وصاروا يعبدونها فأجابوه ودامت دولتهم 250 سنة وانتهت سنة 721 قبل الميلاد حينما غزاهم سرجون ملك آشور واستولى على السامرة وسبى الأسباط وأجل اليهود إلى ما وراء نهر الفرات وبذلك انتهت هذه الدولة ولم تقم لها قائمة دولة إسرائيل بقت يهوذا المملكة الأخرى مملكة يهوذا في الجنوب كان حكمها بيد رحب عام بن سليمان عاصمتها أورشليم وقد استمرت أكثر من أختها إسرائيل وتعرضت لغزوات من الشمال والجنوب كان آخرها على يد نبوخذ نصر ملك بابل عفوا الذي غزاها سنه ستمئه وسته قبل الميلاد اول مره وتغلب عليها ودفعت له الجزيه ثم ثارت مره اخرى فغزاها سنه خمسمئه وثلاثه فسبى من شعبها عشره الاف من بينهم اعيانها واشرافها وكنوز الهيكل ثم ثارت عليه سنه خمسمئه وثلاثه قبل الميلاد فاتاها هذه المره سنة 586 قبل الميلاد وهدم أسوارها وأحرق الهيكل وسبى اليهود إلى بابل السبي المعروف كان عندي بحث أيضا بخصوص كيف انتقل العرش وعن الفيزياء الفيزي... الكم وعن الاسم الأعظم وعن الدعاء يعني أكو عدة أرى أن شلون انتقل لكن الوقت ما يسمح وأيضا بحثنا انتهى عند هذا الحد يعني اليوم المخصص لي وبالتالي اكتفي بهذا المقدار، اسال الله سبحانه وتعالى ان اكون قد وفقت في تقديم هذه الماده وان يغفر لي ان اخطات في موضع ما هي بحوث في النتيجه ومحاوله لاعاده قراءه واجتهاد في هذا المجال اسعى ان اكون ان شاء الله قدمت شيء مفيد لكم وان تستفيدون انتم منا ايضا في المزيد من البصيره في التعامل مع التراث الاسلامي الذي للاسف دخل فيه الكثير من التزوير والتحريف ويبقى كتاب الله عز وجل هو الكتاب الذي حفظه الله عصمه الله من مثل ذلك كمرجع اول واساس في تقييم كل الامور والحمد لله اللهم صل على محمد وال